كنت عارفة متأكدة إنه رح أرجع لهون. ما في شي بخطط له ما بوصل له. عمار حرب أسهل بكتير من ما توقعته. يلا وقت قصير وكل شي راح مني رح يرجع. بعتذر مدام أليس. أنا اللي لازم أعتذر لأني عم بتطفل عليك وفوت على حياتك. بالعكس، هالشي بتستحق عليه الشكر لأنك فتي على حياتي لتحليها. طيب رح نضل واقفين؟ ناطرك لتعزميني لأنه البيت بيتك. فعلا البيت بيتي. مش حاسة أنه غريبة أبدا. بقدر أسألك سؤال بتجاوبني عليه بكل صراحة؟ أكيد. شو الفكرة اللي أخذتها عني؟ كيف يعني؟ تعرفت على مدام مجوزة ونفس اليوم اجت لوحدة تزورك ببيتك. لا بترجيك ما تجربي تصعبي علي بهالنوع من الأسئلة. ايه بس أنا بهمني أعرف. ترك الأمور تمشي مثل ما هي. تركينا لما نحكي نقول الأشياء بدون ما نفكر فيها. خلي الأمور تصير بدون ترتيب ولا تخطيط. هيدا اللي عم بصير معي هلأ. بس كان بهمني أعرف من جهتك شو عم بصير. يلي عم بصير معي نفس اللي عم بصير معك ونفس اللي عم بطلبه منك. كرمال هيك feel free. أوكي. شو بدنا نشرب؟ إذا عندك واين طيب I'm in. شو عم تعملي يعني؟ كاسة. بتعرفي؟ حاسس كأنه حمل ونزل عن ظهري. شفت الصراحة شو بتريح؟ كان لازم تخبرني من زمان، ترتاح وتريحنا. بعرف، بس كنت شوي متردد. خايف إنك تظلميني من بعد ما تعرفي حقيقتي. أنا عرفتك ساري. لو طلع اسمك مصطفى ما في شي بيتغير. في شغلة واحدة بعدها محيرتني. انت ليه بعدك مصرة تبقي معي من بعد كل يلي عرفتيه عني؟ مجذوبة، شو بدك تعمل؟ انا ما بستاهلك. كنت عم كذب عليكي كل الوقت. انا مش شايفتها كذبة. مش انت هيك بتقول على الحقيقة؟ الحقيقة اللي انا بعرفها غير الحقيقة اللي انت بتعرفها. هالمرة انت عم تستعملي كلماتي. عم بنعدي منك، صرت اشبهك. ما المثل بيقول عاشر الام 40 يوم. قوية منك. دكتور خالد، شو معلوماتك عن حادثة وفاة الطفلة جايل البحري؟ عرفت بالحادثة لما زارني محامي بي الطفلي امبارح بعيادتي. شو طبيعة علاقتك بالسيدة لورا يونس؟ هل هي علاقة طبيب بمريضته أو في شي علاقة تانية؟ لا لا، مدام لورا مجرد مريضة، زارتني عدة مرات مش أكتر. و
واخر مره زرتك فيها ايمتى كانت؟ كانت من حوالي شهر، ومن بعدها ما عاد شفتها. شو نوع مرضها؟ هاي خبريه طويله، بدنا اسمعها منك، ممكن تفيدني بالتحقيق. لحتى تكون قضيه مدام لورا كامله وواضحه عندك، جبت معي شويه تسجيلات لبعض جلسات التحاليل اللي سجلتها عندي سابقا بالعياده.